السلام عليكم واهلا وسهلا بكم على قناة طبيب اطفال. معاكم الدكتور محمد دسوقي، اخصائي طب الاطفال وحديث الولادة. هكلمكم ان شاء الله النهاردة على كنز جديد من كنوز التغذية للرضع والاطفال. هنتكلم النهاردة عن صنف من الطعام بيقدم قيمة غذائية عالية جدا للاطفال رغم ان سعره رخيص جدا، وللاسف الصنف ده من الطعام مش واخد حقه او الناس ما بتتكلمش عنه بشكل كبير رغم قيمته الغذائية العالية جدا. خليكم معانا في البداية، وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لكل الناس. هنتكلم ان شاء الله النهاردة عن الباذنجان، والباذنجان هو اللي صورته موجودة قدام حضراتكم دلوقتي علشان لو ليه اسم تاني في الدولة اللي حضراتكم عايشين فيها تقدروا تكتبولي الاسم ده في قسم التعليقات. والباذنجان او اللي احنا بنقول عليه في مصر البتنجان بيبقى ليه اشكال كتيرة جدا، لكن كلهم فيهم نفس القيمة الغذائية الكبيرة جدا واللي نقدر نفيد بيها اطفالنا. طيب ندي البتنجان للاطفال الرضع من عمر قد ايه، وايه افضل طريقة نحضره بيها علشان الطفل ياخده ويبقى طعمه حلو، وكمان ايه الفوائد الكبيرة اللي بيقدمها للاطفال؟ اول حاجة، مسموح بادخال البتنجان في طعام الاطفال الرضع من بعد الشهر التاسع. البتنجان من الحاجات اللي بندخلها متأخر شوية، لكن لما نيجي نقدمه للأطفال الرضع عندنا شوية شروط. أول حاجة، لما نيجي نقدمه لأول مرة لازم ندي كمية صغيرة جدا ونتابع الطفل، هل في علامات حساسية ظهرت على الطفل ولا لا؟ لو مفيش علامات حساسية نقدر نزود بالتدريج، لو ظهر على الطفل أي حاجة من أعراض الحساسية يبقى لازم نوقف ونرجع للطبيب المعالج. لو عايزين تتعرفوا على أعراض حساسية الطعام عند الرضع والأطفال هتلاقوا الفيديو ده موجود في صندوق الوصف بتاع الفيديو. تاني حاجة، البتنجان يفضل يتقدم للأطفال الرضع وهو مشوي ومهروس كويس جدا، دي أفضل طريقة نديها للأطفال لأن هنا بيبقى قوامه لين وسهل البلع، وكمان بيبقى محتفظ بكل القيمة الغذائية الموجودة فيه. ولما نيجي نهرسه نقدر نضيف عليه حاجات تانية تعلي قيمته الغذائية وتخلي طعمه أحسن، وكمان تخلي القوام بتاعه يبقى لين وسهل البلع بالنسبة للطفل. ومن أفضل الحاجات اللي نقدر نضيفها عليه هو الزبادي أو الياجورت، او نقدر نضيف الطحينة، او نقدر نضيف زيت الزيتون، او نقدر نضيف اكتر من حاجة، يعني نقدر نضيف الزبادي ونقدر نضيف الطحينة الاتنين مع بعض، او نضيف الطحينة وزيت الزيتون مع بعض، مفيش اي مشكلة خالص. ده بيخلي قوامه لين وسهل البلع، وكمان قيمته الغذائية بتبقى اعلى بكتير. لكن لو احنا عملناه ولقينا القوام بتاعه تقيل وهيبقى صعب البلع بالنسبة للطفل، ممكن نضيف عليه شوية مية دافية علشان نعدل القوام ويبقى لين وسهل البلع بالنسبة للطفل. النقطة الثالثة، لما نيجي نقدمه للأطفال الرضع اللي عمرهم أقل من سنة ممنوع نضيف عليه الملح. لو كان عمر الطفل أكبر من سنة نقدر نضيف الملح لكن بكميات صغيرة. وبالمناسبة قناة مطبخ دينا عملنا فيديو ممتاز جدا عن طريقة تحضير الوصفة دي، هتلاقوا رابط الفيديو موجود في صندوق الوصف بتاع الفيديو. بعد ما تخلصوا الفيديو ده ادخلوا على الرابط وشوفوا طريقة التحضير. طيب ايه الفوائد اللي بيقدمها البتنجان للأطفال الرضع؟ عندنا 7 فوائد ممتازين جدا. اول حاجة، البتنجان غني جدا بعنصر الحديد وغني بحمض الفوليك، والاتنين دول مهمين جدا لتصنيع كرات الدم الحمراء، علشان كده البتنجان بيحمي الرضع والاطفال من الاصابة بالانيميا وبيعالج حالات الانيميا عند الرضع والاطفال. ويفضل جدا لما نيجي نديه للطفل ان احنا نضيف معاه حاجة فيها فيتامين سي، زي ان احنا نعصر عليه شوية ليمون، او الطفل بعد ما ياكله يشرب عصير برتقال، او ياكل برتقال، او ياكل فراولة، او ياكل جوافة. وجود فيتامين سي مع الحديد في الجهاز الهضمي في نفس الوقت بيزود جدا من امتصاص الجسم للحديد، وعلشان كده الطفل هيستفاد بالحديد اللي موجود في البتنجان بشكل افضل بمجرد ان احنا عصرنا عليه شوية ليمون، او الطفل شرب عصير فواكه من الغنية بفيتامين سي. تاني حاجة، البتنجان غني جدا بالالياف الغذائية، ودي بتسهل عملية الهضم وبتعالج عسر الهضم، وكمان بتعالج الامساك عند الرضع والاطفال. الحاجة التالتة، البتنجان بيقوي مناعة الرضع والاطفال وبيقلل كتير من معدل اصابتهم بالامراض، وده لانه غني بمجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، اهمها فيتامين A وفيتامين C وفيتامين E، وكمان غني بعنصر الزنك والسيلينيوم. الخمس حاجات دول بيلعبوا دور ممتاز جدا في تقوية مناعة الرضع والاطفال. النقطة الرابعة، البتنجان غني جدا بالكالسيوم وغني بفيتامين K،
والاتنين دول مهمين جدا لتقوية العظام والأسنان وتعزيز التطور الحركي للأطفال. يعني الطفل ده هيمر بالتطور الحركي بتاعه بشكل ممتاز، هيقعد في ميعاده، هيحبي في ميعاده، هيقف ويمشي في ميعاده ومن غير ما يتأخر. خامس حاجة، البتنجان فاتح شهية طبيعي للأطفال، وعلشان كده البتنجان بالمناسبة بنستخدمه للكبار كنوع من السلطة اللي بنسميه في مصر البابا غنوم. والسلطات معمولة في الأساس كفاتح شهية، معمولة علشان تفتح شهيتنا للأكل. البتنجان فعلا فاتح شهية للأطفال، خاصة لو احنا هنضيف عليه الطحينة أو الزبادي، وده لأن البتنجان غني بمجموعة كبيرة من فيتامينات ب مركب اللي بتعتبر فاتح شهية طبيعي للرضع والأطفال. النقطة السادسة، البتنجان غني بمضادات الأكسدة اللي بتقوي مناعة الطفل وبتحمي خلايا الجسم من التلف وبتحمي الأطفال من الإصابة بالسرطان. النقطة السابعة والأخيرة، البتنجان من الأطعمة اللي سعراتها الحرارية قليلة، وده هيبقى طعام مناسب جدا لبعض الأطفال اللي بيعانوا من السمنة، الأطفال اللي وزنهم زايد وعايزين نتحكم في وزنهم، فالبتنجان هنا وجبة مثالية. كمان وجبة ممتازة جدا للأطفال اللي عندهم مرض السكر، لأن محتواه من السكر قليل جدا، فهتبقى برضو وجبة ممتازة للأطفال دول. ومش معنى كلامي إن البتنجان بيخسس الأطفال، علشان ما ناخدش الكلام في حتة تانية، البتنجان نقدر نقدمه لكل الأطفال، بيقدم قيمة غذائية عالية جدا ومش بيخسس الأطفال. لما بنقول إن وجبة ممتازة للأطفال اللي وزنهم زايد، ده لأن سعراته الحرارية قليلة ومش هيزود وزن الطفل بشكل كبير، لكن القيمة الغذائية الكبيرة الموجودة فيه محتاجين نديها لكل الأطفال. دي كده أهم فوائد البتنجان للأطفال. يتبقى نقطتين لازم أقولهم. أول حاجة، في بعض أطفال لما بياخدوا البتنجان بيجيلهم انتفاخ وغازات، فلما تيجي تدي البتنجان لطفلك تابع الطفل كويس. لو كان طفلك من الأطفال دول، يبقى لما تيجي تدهوله ادي كميات صغيرة، وبلاش تدهوله بتكرار كبير، يعني ادهوله كل فترة بعيدة. لكن لو طفلك ما بيحصلوش غازات ولا انتفاخ، تقدر تقدميه للطفل زي ما انت عاوزة. النقطة التانية، لما تيجي تشتري البتنجان يفضل جدا تشتري الأنواع اللي حجمها صغير واللي شكلها فريش، شكلها صابح، يعني عمرها مش كبير او مش متخزنة، لان البتنجان لو كان عمره كبير او متخزن بيحتوي على بعض المواد اللي ممكن تبقى مضرة للاطفال وللكبار كمان، فلازم ناخد بالنا من النقطة دي. البتنجان وانت بتشتريه اشتري الاحجام الصغيرة، واشتري البتنجان اللي شكله لامع او شكله فريش. اخر حاجة، لو عايزين تتعرفوا على طريقة تحضير البتنجان للرضع والاطفال بشكل عملي، فقناة مطبخ دينا عملنا فيديو ممتاز جدا، هتلاقوا الفيديو موجود في صندوق الوصف بتاع الفيديو. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة اول باول. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وانتم بخير وسلام وامان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.